دكتور محمود، ماذا عن التصريحات القادمة من موسكو اليوم وفي الأيام والساعات القادمة؟ مرة تحذير لتركيا من زعزعة الاستقرار في الشمال السوري، ومرة أخرى تفهم للقلق التركي وللهواجس الأمنية التركية. إلى أين وصل الموقف الروسي إزاء ما يتحدث عنه ضيفنا هنا دكتور يوسف، عن قرار اتخذ بشن عملية عسكرية برية تركية في الشمال السوري؟ أعتقد بأن الروس بحاجة ماسة للتعاون مع تركيا على ضوء الوضع في أوكرانيا والعقوبات الغربية الكبيرة جدا. الروس حريصين على العلاقة مع تركيا، وبالتالي هم يعني الواضح من الخطاب الروسي الرسمي بأنهم يعني يعربون عن عدم تأييدهم للعملية العسكرية بلا شك، لكن بنفس الوقت يريدون أن يوصلوا الرسالة بطريقة مرنة وبطريقة سلسة. واقترحوا سابقا موضوع هم وإيران، إذا بتذكروا لما حدثت قمة طهران للثلاثي تبع أستانا في الصيف الماضي، تم الاقتراح على الرئيس التركي، كان هو مصمم بالقيام بالعملية العسكرية، اقترحوا عليه أنهم يقومون هم بالمهمة بإزاحة قسد لمسافة 30 كيلومتر وألا يقوم بالعملية العسكرية، ويبدو أنهم لم يفعلوا ذلك، إلى جانب أن العملية التفجير الإرهابي الكبير في إسطنبول يبدو قطع شعرة معاوية كما يقولون. فالرئيس التركي بدأ يعني يفعل، بدأ العملية، والروس يعني يبلعون الأمر على مضض يعني بدون رغبة، لكن لا خيارات لهم، مثلهم مثل الأمريكان بالمناسبة. أيضا الأمريكان غير راضين عن العملية، ولكن هم لا يتخذون أي إجراء، وأيضا الإيرانيين.